بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعين الكرام، مشاهدين الأعزاء، هكذا انطلاقة شوطنا الحادي عشر للبكار الجذاع العام ومن مسافة 5 كيلومترات. إذن متابعين الكرام، مشاهدين الأعزاء، ما هي إلا لحظات وفيكم مع الخمس المراكز المتقدمة مقدمة الشوط المركز الأول. انطلق مع رها على المركز الأول. عبد المحسن بن طالب بن علي المري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني شعار ياتي على المركز الثاني، فيض بن سعيد بن ناجي الغفراني المري يقدم لنا دولة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث من خطفت المركز الثاني شعار حمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري مع انطلاقة العنود على المركز الثالث، من تسللت إلى المركز الثاني. المركز الرابع من الجانب الأيمن، رابع الأسماء ورابع التحديات الوصول في هذه اللحظات، أرى من شعار في هذه اللحظات المركز الرابع، شعار ياتي على المركز الرابع من الجانب الأيمن، الرقم محجوب حتى هذه اللحظات، والقدوم من شعار في هذه اللحظات، شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدي الاكتبي مع انطلاقة تعاجيب على المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعار حمدان بن محمد بن راشد بن حمد الاكتبي مع انطلاقة زعامة على المركز الخامس. المركز السادس شعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع الفائضة على المركز السادس، بينما المركز السابع الريم حمد بن سالم بن حمد المرياتي على المركز السابع مع انطلاقة الريم. المركز الثامن عاش بشاير عايض بن رفعة بن عايض العاطف القحطاني بمتابعة الشرس ماجد بن محمد بن حلفان المري. المركز التاسع تاسع الأسماء هادي بن سالم بن راشد الأفجح المري مع انطلاقة عجب على المركز الثامن بين أو التاسع، بينما المركز العاشر واختتم بالنداء شعار ياسر بن حمد بن محمد بن 70 المحرمي مع تذكار حضرت على المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة مع العشر المراكز المتقدمة. النداء الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة من حيث ما بدينا، لنا عودة مع مقدمة الشوط ومع صدارة الشوط. الصدارة هنا المقدمة، الصدارة الشوط هنا، لا زال شعار في هذه اللحظات متعبة على أو شعار في هذه اللحظات العنود حمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري يقدم لنا العنود على المستوى المركز الأول، بينما المركز الثاني رها عبد المحسن بن طالب بن علي المري ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث هنا في هذه اللحظات ثالث الأسماء، القدوم على المركز الثالث دولة بشعار حفيظ بن سعيد بن ناجي الغفراني المرياتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أرى القدوم من رابع الأسماء ورابع التحديات والقدوم من شعار في هذه اللحظات، شعار في هذه اللحظات حمد بن سالم بن حمد المري مع الريم على المستوى المركز الرابع. المركز الخامس مرحبا يا بن زمان مع انطلاقة ند شعار بندر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري يقدم لنا ند على المركز الخامس، ولكن لنا عودة إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط مع انطلاقة رها عبد المحسن بن طالب بن علي المري يقدم لنا شعاره، ويقدم لنا رها على الصدارة بشعار عبد المحسن بن طالب بن علي المري ياتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني شعار حفيظ حفيظ بن سعيد بن ناجي الغفراني المري مع دولة الغفراني دولة على المركز الثاني. المركز الثالث ندة بندر بن محمد بن زمان المرسان الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع شعار عايض بن رفعة بن عايض العاطف القحطاني مع بشاير بمتابعة بوفاد
سالم الزبداني يتابع ويراقب هذا الشعار الكبير. المركز الخامس شعار في هذه اللحظات، خامس المراكز حمد بن سالم بن حمد المري، الريم الريم، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى شعار الهاجري وبالرفعات. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على أداء في هذه اللحظات بشاير عايض بالرفعان بن عايض العاطف القحطاني، يقدم لنا بشاير سالم بن فهيد بن براك متابعا ومراقبا هذا الشعار الكبير، شعاري بالرفعان مع انطلاقة بشاير، بشاير بشاير مع المركز الأول، بشعاري بالرفعان بن مرسان على المركز الثاني مع انطلاقة في هذه اللحظات، مع انطلاقة ند بندر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري ياتي على مركز ثاني، ولكن شعار بالرفعان، بالرفعان مع بشاير، بشاير 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 على مركز الأول، عايض بالرفعان بن عايض العاطف القحطاني، انطلق بالرفعان، انطلق بالرفعان مع المركز الأول، ما شاء الله تبارك الرحمن، مع انطلاقة بشاير، يلا يا أبو فهد، سالم بن فهد بن براكة يتابع هذا الشعار كبير، ولكن بن زومان بن زومان بن زومان مع ند، ند غيرت يا اخواني، بندر بن محمد بن زومان المرسون الهاجري، انطلق بن زومان الى نحو النماس، الى نحو الانتصار، ما شاء الله تبارك الرحمن، على دايل الفنان بشعار بندر بن محمد بن زومان المرسون الهاجري، انطلق الهاجري، انطلق الهاجري اجري الى النوماس الى الانتصار، ما شاء الله تبارك الرحمن، على دايند والعصف الابطال، الله يا شيمه شيمه يا ابو بجاد، محمد بن عويض الجهنيه وصل بن عويض، فرج بن حفاظ بن صالح المري مع هبايب 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 هبايب، ولكن ولكن ند انطلقت شيمه شيمة شيمة شيمة، ولكن مثيرة مثيرة مسفر بن محمد بن زمان مرسال الهاجري، ولكن شيمة 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 ومثيرة مثيرة وشيمة ببجاد ببجاد، ولكن مثيرة 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 وشيمة شيمة ومثيرة وآخر الأمتار، ولكن مثيرة مسفر بن محمد بن زمان المرسال الهاجري، سلام يا ابو محمد سلام، واسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. بين المركز الثاني شيمه بشعار محمد بن عويض الجهني حضر على المركز الثاني مع شيمه، المركز الثالث شعار عفاس او فرج بن عفاس بن صالح المري مع هبايب، المركز الثالث الرابع المركز الرابع راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري مع المركز الرابع، المركز الخامس شعار بندر بن محمد بن زمان المرسان الهاجري مع ند حضرت على المركز الخامس. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، وتوقيت مثيره بشعار بندر او مسفر بن محمد بن زمان المرسان الهاجري، تهانينا والنوماس لك يا بن زمان، ثمان دقائق 11 ثانيه 77 جزء من الثانيه، هكذا توقيتي مثيره مسفر بن محمد بن زمان المرسان الهاجري، تهانينا والنماسك يا ابو محمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. صيب